السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم هي تحلية سهلة بثلاث مكونات فقط، يمكن لكم تنوعوها بإضافة النكهات اللي بغيتوا. المكونات الرئيسية هي السميدة الرقيقة والسنيدة والحليب. على بركة الله كنحتاجوا لزلافة صغيرة ديال السنيدة وزلافة صغيرة ديال السميدة الرقيقة وربعة ديال الزلايف ديال الحليب، ما يعادل إترو ديال الحليب. بالنسبة للعبار يمكن لكم تعبروا بزلايف صغار أو بكيسان فحال فحال، المهم نفس القياس ديال السكر هو ديال السميدة الرقيقة، كتعبروا ربعة ديال الحليب منه. ثم كنوضعوه على نار متوسطة مع التحريك باش ما يتحركش لنا الحليب من التحت. بعد ما حركتو مزيان ضفت ليه النكهة ديال الفانيليا، كتبقى اختيارية، يمكن لكم تضيفوا النكهة اللي بغيتو. من بعد ما كتبقاو تحركوا فيه حتى كيعقد مزيان وكتحسوا بالقوام ديالو التماسك، عاد باش كتحيدوه من على النار. بعد قسمت الخليط على زوج، القسم الاول غنخليه بنكهة الفانيليا، كناخدو مول كبير، الا ما كانش السيليكون من الاحسن يدهن بالزبده. موضعنا الخليط الاول بنكهه الفانيليا، كندوزو للخليط الثاني وكنزيدو ليه جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر وكنحركوه مزيان، ثم كنوضعوه فوق الطبقه الثانيه من بعد ما خليناه تبرد غير واحد شويه. ومن بعد كندخلوه للثلاجه ومن الاحسن يبات ليله كامله ومن بعد نقدموه. صوبت نفس الخليط ولكن بنصف الكميه باش نديرو ليه النكهه ديال الحامض. بالنسبه للحامض انا خديت هذاك الحامض اللي كان بقى ليا من العصير اللي كنت صاوبت، الا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا العصير ديال الحامض مع شويه ديال القشره ديالو محكوكه باش تعطيكم النكهه ديالو. ثم كبيتهم في واحد الكؤوس صغار وغندخلوهم من بعد للثلاجه باش يبردوا، عاد نقدموهم. القوالب الصغار يمكن لكم فقط 3 سوايع وتقدموهم، اما بالنسبه للقالب الكبير فحال هذا خاصو يبات ليله كامله باش يشد لينا مزيان، باش منين نقلبوه يخرج لينا دغيا فحال هذا. من بعد صوبت كناش ديال الشوكولا نوار باش يهرس ليا الحلاوه، كتاخذوا فقط الكريمه وكتذوبوا فيها الشوكولا، يمكن لكم ديروا شوكولا نوار ولا ديروا شوكولا عاديه. فاما قواليب الصغار اللي درنا فيهم نكهه الحامض، فانا درت لهم كولي ديال الحامض من الفوق، فيهم عصير الحامض وشويه جيلاتين وملون غذائي اصفر، او لكن ما درت انا خرقوم راه ما تتبقاش النكهه ديالو. ديال الفريز كتاخذوا الفريز كطيبوه هو شويه ديال السنيده وطحنوه، يا اما طحنوه هكاك ولا تزيدوا ليه شويه جيلاتين. عجبكم الحال السهل والاقتصادي خليوا ليا جيم باش نزيد فحال هاد الوصفات. انتو اول مره تشاهدوا القناه شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كنشكركم على المشاهده والى وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.